وللمزيد من التفاصيل حول هذا الموضوع ينضم إلينا مباشرة من بروكسل محمد رجائي بركات، خبير في الشؤون الأوروبية. أستاذ أهلا بك. يعني طهران والأطراف الأخرى ما زالوا في مرحلة التفاوض، لماذا طالت هذه المفاوضات وما الذي يؤخر الرد على المقترح الأوروبي؟ في الواقع هذه المفاوضات كان من المفروض أن تنتهي هذا الأسبوع وأن يتم خلال الأيام القادمة مفاوضات أخرى من أجل التوقيع بشكل نهائي على عودة الولايات المتحدة الأمريكية للاتفاق، ولكن يبدو أن ضغوطات خارجية أدت إلى وجود بعض المشاكل التي لم تجد بعد حلا لها حسب بعض التصريحات الأمريكية قد تؤجل هذا الموعد. هناك ضغوطات في الواقع من الجانب الإسرائيلي على الولايات المتحدة الأمريكية كي لا تعود إلى الاتفاق النووي مع إيران. مسؤول الأمن القومي الإسرائيلي سيزور اليوم واشنطن ويجتمع مع وزير الخارجية الأمريكي كي يطلب منه عدم التوقيع على هذا الاتفاق وعدم القبول بالاتفاق كما يقترحه الجانب الأوروبي. الاتحاد الأوروبي من جهته يرى أن الرد الإيراني كان معقولا وأن إيران لبت ووافقت على ما ورد في الاقتراح الأوروبي، ولكن الولايات المتحدة الأمريكية الآن تتردد في العودة وفي التوقيع وفي إعطاء رد خاصة على الاقتراحات الأوروبية. طبعا في حال عدم موافقة الولايات المتحدة الأمريكية على ما ورد في الاقتراح الأوروبي حاليا، أعتقد أن الاتحاد الأوروبي سيستمر في محاولة استمرار المفاوضات حتى يتم التوصل إلى اتفاق وعودة الولايات المتحدة للاتفاق، لأن الاتحاد الأوروبي يرى بأن الاتفاق يكفل عدم امتلاك إيران للسلاح النووي، وأيضا هو بمثابة عامل الاستقرار، وسيسمح في حال توقيع الاتفاق سيسمح لإيران بتصدير الغاز والنفط الإيراني إلى دول الاتحاد الأوروبي، وهذا سيحل جزء من المشكلة الحالية، نقص الطاقة، نقص مصادر الطاقة في أوروبا بسبب تخفيض روسيا كميات الغاز والنفط المباعة إلى دول الاتحاد الأوروبي. هناك خلاف آخر أعتقد حول رقابة الوكالة الدولية للطاقة النووية. الجانب الإيراني التصريحات الأخيرة أشارت إلى أن إسرائيل تحاول استخدام هذا الجانب من المشكل بين الولايات المتحدة الأمريكية وإيران من أجل حث الولايات المتحدة على عدم العودة إلى الاتفاق. وأيضا هناك شعور لدى الجانب الإيراني بأن مدير الوكالة الدولية للطاقة الذرية يستخدم بعض الأمور لأغراض سياسية، وهذا لم يرضي الجانب الإيراني. ولكن بشكل عام أعتقد أن فيما لو رفضت الولايات المتحدة الأمريكية الانصياع للمطالب الإسرائيلية، وربما أيضا هناك نوع من التردد لدى البريطانيين بهذا الخصوص، كافة الأطراف الأخرى كما ذكر رئيس كما ذكر المتحدث باسم الاتحاد الأوروبي والمسؤول عن السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي بأن كافة الأطراف ما عدا الولايات المتحدة الأمريكية حتى الآن موافقة على المقترح الأوروبي بما فيها إيران. طبعا في الجانب الأمريكي أستاذ تم الحديث عن أن إيران تخلت عن بعض الشروط الأساسية لإحياء هذا الاتفاق النووي، ما الذي تخلت عنه إيران تحديدا في هذا الملف المثير للجدل؟ الآن إيران تخلت عن، كانت تطالب في البداية رفع اسم الحرس الثوري الإيراني عن قائمة الدول أو المنظمات المعتبرة منظمات إرهابية، وهي الآن تخلت عن هذا الجانب، ولكنها لم تتخلى عن جانب المطالبة برفع العقوبات الاقتصادية المفروضة عليها، وأيضا هي تطالب بعدم لأنها ترى أنها تحترم اتفاقية عدم انتشار الأسلحة النووية، وهي وقعت على الاتفاقية المتعلقة ب
مراقبة الوكالة الدولية للطاقة الذرية، مراقبة المراكز النووية الإيرانية. فلذلك هي تطالب أن لا يتم الاستمرار في مطالبتها بالسماح لمراقبي الوكالة الدولية، وعدم اتهامهم لإيران بأنها تمتلك مراكز سرية. في حال تم الاتفاق بهذا الخصوص، أعتقد وكما ذكرت تخلص الولايات المتحدة الأمريكية من الضغوطات الخارجية، قد يتم التوقيع أو الإعلان عن قبول الولايات المتحدة الأمريكية موافقتها على المقترح الأوروبي، وربما خلال الأيام القادمة سيتم العودة أو سيتم التوقيع على الاتفاقية. وكما ذكرت، في حال عدم التوصل إلى اتفاق حاليا، أعتقد أن الاتحاد الأوروبي سيستمر في جهوده، على الرغم من أن الجانب الإسرائيلي أعلن مؤخرا أنه لن يوافق على هذه الاتفاقية، وأنه ستكون لديه الحرية الكاملة من أجل الرد والتصرف بشكل فردي ضد إيران. وهذا يعني أنه ربما الجيش الإسرائيلي سيقوم بقصف مفاعلات نووية، ولكن لا أدري ماذا سيكون مدى تأثير الجانب الأوروبي على إسرائيل من أجل وقف منع الولايات المتحدة الأمريكية من العودة إلى الاتفاق النووي. طبعا هذه التصريحات الإسرائيلية علنية، وكافة وسائل الإعلام الغربية تناقلتها مؤخرا. نعم أستاذ، مسؤولون عدة سواء في واشنطن أو داخل الاتحاد الأوروبي يعتبرون بأن الآن هو الوقت المناسب لإنقاذ هذا الاتفاق النووي الذي أثار جدل لسنوات. لماذا الآن وما الجديد أو ما الذي تغير؟ الآن لأنه في الواقع دول الاتحاد الأوروبي والعالم بحاجة إلى إيجاد مصادر جديدة للطاقة. عودة إيران إلى الساحة الدولية ورفع العقوبات الاقتصادية المفروضة عليها سيسمح لإيران بتزويد العالم بأكثر من 1.5 مليون برميل من النفط يوميا، وأيضا كميات كبيرة أخرى من الغاز، وهذا سيساهم في عملية إيجاد بديل للنفط والغاز الروسي الذي توقف مؤخرا. أعتقد أن هذا الجانب جانب مهم، ودول الاتحاد الأوروبي تعتمد على هذا الجانب. من ناحية أخرى، الولايات المتحدة الأمريكية تريد أيضا تخفيف حدة الضغوطات على الاتحاد الأوروبي من ناحية مصادر الطاقة، وتريد أيضا أن تساعد الاتحاد الأوروبي في العودة في استيراد النفط والغاز الإيراني، وهذا لن يتحقق إلا في حال عودة إيران ورفع العقوبات الاقتصادية عن إيران عبر عودة الولايات المتحدة الأمريكية إلى الاتفاق النووي. من بروكسل محمد رجائي بركات، خبير في الشؤون الأوروبية، شكرا جزيلا لك على هذه المشاركة. أهلا بكم.